كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة التأثير السلبي لسعر صرف الدولار على المواطنين. جاء ذلك في مداخلة خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية. أنا النهاردة كنت النهاردة وصلت أن تقريبا قربت أن الدعم يبقى قليل، يبقى صفر تقريبا في المشتقات على البوتاجاز، المشتقات البترولية. اللي حصل ان انا رجعت تاني بايه؟ السعر ارتفع بره بسعر الصرف لما زاد بالطريقه ديت، اذا وانت بتتكلم وانت بتقرب من سعر الصرف انتبه لا يدخلك في ازمه فوق خيالك. صحيح. يدخلك في ازمه ايه؟ فوق خيالك. صحيح. النهارده انت كتير من الخدمات اللي بتقدمها والمنتجات اللي بتجيبها بتسعر بالجنيه على قيمة الدولار اللي جبته. صح. انا النهارده زي ما قلت كده في موضوع اللحوم والدواجن والاعلاف، انا النهارده كراجل منتج لاي سلعه زي الدواجن على سبيل المثال، لو بجيب العلف داخل مصر هبقى مش متاثر كتير بسعر الدولار. صح. لكن انا بجيب الذره من بره، طب انا طن الدولار طن الذره اللي بجيبه هسعره على ايه؟ على 8 جنيه للدولار ولا 16 جنيه للدولار ولا 30 جنيه للدولار؟ يبقى انا كمنتج لحوم او منتج دواجن لو انت سعرت ب 30 وب 40، طب ما هو حط بقى العلف ده يبقى الكيلو اللحمه يبقى بكام؟ صحيح. فبالتالي انا بس عايز اكملك، انت اتكلمت على سعر الصرف وكان مهم جدا، وكتير من الناس في مصر يتكلموا في النقطه يقول لك ايه يا جماعه سعر الصرف اولا احنا مرنين فيه علشان بس يبقى صحيح. الامور واضحه، لكن عندما يتعرض الموضوع لامن مصر القومي وان الشعب المصري يضيع فيها، لا 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 انا بتكلم بجد.